جاب الكات وهذا ما كذي بتاع ابنه اللي بيقول رسيك كات النادي طبعا نخليه يأكله مش مش طبعا يأكله طبعا نخليه يشوف عيالها تعالوا يلا طبعا بص يا جماعه مش مش هي تولع انا قلت لكم يا جماعه اعمل معاه فيديو مش مش هي طبعا هلا هي تمام بسم الله ان شاء الله هي طبعا عايزه ابنها طبعا فرحانه عشان عشان دخلت لها عشان من زمان مشفتها هي مشفتني هي طبعا انا كنت كل يوم ادعي لها عشان تولد والحمد لله ولدت وبسم الله ان شاء الله هي فضل ليزا يا جماعه خد ليزا ليزا بقى حامل وان شاء الله تولد برضه هي بكلاب جرفون بقى بسم الله ان شاء الله طبعا دول لما كبروا بقى طبعا بس طبعا يا جماعه طبعا مش مش احبش حد بصهم مش مش حد خد عيالها وقعد عايزاهم عيالها مش مش طبعا دول ولاد بوجي اللي برا ولاد بوجي فهم مجوزناش كاركا لها بس دول ولاد بوجي بوجي اتجوزها واحده طبعا هي يا جماعه الكلبه والده عادي كم مره كنا كانت الدل بقى ما حصلهاش حاجه المره وهي هناك لسه في المزرعه القديمه ولدت وعملنا بوكسات وولدت هي وقعدت زي دي مال فرحانة عشان عيالك صح؟ طبعا يا جماعة لازم لازم هي فرحانة عشان عيالها طبعا انا خدت ابنها لازم يخاف عليه عشان يفكرك ياخده لازم اي ام يعني مثلا امك اللي ولدتك حد خدك منها لازم اعيط لعياتي لازم امك اخاف طبعا يا جماعة ومات طبعا في كلب زي بوجي اهوت شكل بوجي ظهره اهوت بص يا جماعة اصفر زي بوجي اهوت بوجي من ظهره كده اصفر وده من ظهره اصفر بص يا جماعة لسانه صغير خالص لسه مش زي امه لسانه كبيرة لسانه صغننة خالص بصوا لسانه يا جماعة صغننة دي يلا بدأت انا والله عادي ابدا بص طبعا يا جماعة المنظر طبعا اللي سعودي هو اللي صورني اللي حلق و بلاش فضايح قدام الكاميرا بقى حبيبي يا سوس بس طبعا بقى كل سنة وانتم طيبين بصوا بكر ده طبعا يعرف من هنا يلا نلعب مع الكلاب دي شوية يلعبوا فين لسه صغيرين عارف حاجة يلا سوا لما كبروا بقى شوية بيلعبوا معاهم حبايبك دول يا سوسو خلي بالك منهم خد واحد لما كبروا يلا بقى باي بس خد من الجروفون يلا بقى نقول باي للجمهور باي للجمهور اول زي مش كلها في كاس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باي